احنا صممنا لعبه بالصور امير بنلعب على اسمه وصورته. الله. اللعبه اسمها امير ولا شرير. ماشي. وحاطين صورتين لامير، صوره وهو امير ومبتسم كده، صوره وهو كرار، صوره وهو شرير. ماشي. وهو شرير جدا. انا عايز اقول لك انا سبب من الاسباب اللي انا جيت هنا ان انا جاي العب، انا بحب البرنامج ده عشان يلا بينا. يلا بينا. امير ولا شرير؟ يلا على طول. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الطيب صح؟ اه ده وانا هلعب وده شرير. وانا هلعب معاهم؟ اه طبعا. يعني بنلعب على الاسم والصوره، هنقول موقف وكل واحد فيكم لو في الموقف. بقى اللعبه دي قوي. هنقول امير ولا شرير؟ كل واحد في الموقف ده هيبقى امير ولا هيبقى شرير؟ ماشي. يلا. لو حد قفل عليك او عليك او عليك، لو حد قفل عليك بعربيته وفضلت مستني اكتر من نص ساعه، هتبقى امير ولا شرير؟ انا لا انا بشوف. انت خايف مني؟ لا 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 طب اقول لك على حاجه، مش امير اللي قبل ما نلعب، معلش مش هعمل لك حاجه. لا انا مش على فكره مش خوف منك، انا خايف من اللي هيجي من العربيه وخايف ان هيضربه. يعني افرض اللي جه بعد النص الساعه ده كان موضوع، لو موضوع هقول له براحتك وتمام. انت هتقرر رد فعلك بناء على ساعتها لما يظهر الراجل. لما بتحس ان اللي قدامك بيعاملك بتناكه، بتبقى امير ولا شرير؟ والله اه والله اه والله انت خايف منه ليه يا انور؟ ما تقول اجابتك. ما عملش زي اهو. لا انت خدت بالك لو بصيته هيعمل ايه ورحت ليه يا انور؟ لا لا ببقى امير برضه، حتى لو عاملك بتناكه برضه هتفضل امير. ربنا مش ببقى شرير يعني للشر، بس يعني برد عليه في المساحه اللي هو اتكلم فيها. ممكن تساليه بس هو ايه اخر الشر بتاعه؟ ده سؤال يعني بروح معيط قدامه. هيشر هيعمل ايه؟ مش جاي تاني وراح ماشي. ده سؤال يعني مهم جدا وحساس جدا. يلا. محتاج صراحة ومحتاج ذكاء. لما بتتخانق مع مراتك بتبقى أمير ولا شرير؟ دي ما فيهاش. انا ما بتخانقش مع مراتي اصلا. الحمد لله. امير امير وامير وما فيش ليه يعني ما يعني ما لناش نصغر نفسنا يعني. صح. انا زي امير بتاعه ومنظرهم قدامهم. في عيله في هيبه في البيت، فما مش عايزين نهز الهيبه. لا بمناسبه البيت يا باشا مصر ده ما شاء الله. اتفضل. احترام مش خوف. ده اكيد ده اكيد هنسميها كده. امير اقسم بالله يعني ربنا يبارك له في بيته ويبارك لنا في بيوتنا وللناس كلها. اتعلمت منه حاجات كتير قوي ليها علاقه بالبيت. يعني امير مثلا دايما كنا واحنا مثلا بنصور الف ليله وليله قبل كده، فكان يجي على التصوير فيقول لي انا ما نمتش، ده انا قايم من 5 الفجر ليه؟ فيقول لي بوصل سليم المدرسه. فاللي هو قلت له ايه ده يا امير، انت كل يوم بتروح توصل ولادك؟ قال لي طبعا، ده هو بيبقى في وقت بيجي عليك يا دوبك ده هو الوقت اللي تقعد معاهم فيه. اتعلمتها من امير كراره والله العظيم. لو انا بس هو والله يعني خلاني احب البيت. هي مشكلتنا عشان الشغلانه بتاعتنا برضو هي بتبقى عدد ساعات طويل جدا، وساعات كمان بتبقى ساعات بنصور من 5 الصبح لخمسة بعد الظهر، وساعات من 5 بعد الظهر لخمسة الصبح. صحيح. ففي اوقات كتير انت بتعرفي تشوفي ولادك، خلي بالك برضه. صح. وانا من نوع الناس اللي ما بعرفش ما اشوفش ولادي كتير، بتعب نفسيا، فحتى لو راجع متاخر لازم اصحى الصبح اشوفهم، افطر معاهم، اقعد معاهم شويه بتاع. حلو. مش بعمله عشان. طب وبالمناسبه دي وانتوا بتروحوا المدرسه وانتوا صغيرين كنتوا بتروحوا وانتوا امير ولا شرير و111؟ لا دي شرير قوي طبعا. لا انا كنت ايه ده ازاي؟ والله بعياط لطم يعني على وشي. والله ليه يا محمد؟ ما بنضرب يعني السبع حصص. لا مش زي مش زي العيال بتوع اليومين دول. يعني امبارح سليم امه بتقول له انت بكره بقى ما تروحش عشان انا. قال لها ليه ما اروحش المدرسه ليه؟ عايز اعرف هو انت ايه في المدرسه حلو قوي نفسك تروح كده؟ يعني زمان اول ما قدمت له في المدرسه الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ودخلنا مدرسه طبعا غير اللي احنا لا احنا كنا في مش في مدارس يعني من اول مدارس. فطبعا رحت شفت المدارس اللي بقت في الجيل دلوقتي اللي موجوده طبعا. لا ملعب كوره وبسين وموضوع مسرح ده كل المدارس كده. انا بنتي عاملها بكره بول دي. يعني اسمه سبلاش دي.
يعني يعني هينط في المية ما شاء الله هينط في المية. أنا كنت بقى أنا من الفجر بروح أتضرب بخرزانة. طب ما طب طب أنا عمدان النور هي اللي كانت بتفوقني عشان كده كنت أمير يعني بقوم نايم بسمع كلام أمي ربنا يديها الصحة جدا لابس أقسم بالله والله العظيم دايما وأنا ماشي 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 تان فعمود نور والله مش مش بأفور يعني. لا مصدقاك بس أنا يعني ما سألتش نفسك مرة إن أنت بتضرب طول اليوم أو بتضرب كتير والله كنت شاطر قوي. ما كنت هسألك ما يمكن العيب عندك أنت يا محمد. أقسم بالله أنا بطلع الأول على المدرسة لحد أولى ثانوي. أمال تضرب يعني أنا في لا لا مش يعني الإعدادي أنا طالع الأول على المطرية فبالتالي دخلت مدرسة في إدارة تانية أصلا عشان أنا الأول على المطرية كلها. نبغى العيب ما كانش فيا. ايوه لا كنت النبغه بتاعت المطريه دي كنت في اللي هو ايه ده. طب وتتدرب ليه بقى لما انت شاطر؟ يعني عشان ما باخدش المجموعه. ما كنتش بتاخد يعني ما كنتش باخد المجموعه اللي هي المدرسيه دي. فاللي هو ده انت جامد بقى. طب تعالى بقى يدوني حاجات من طلبه هندسه وانا في اولى ابتدائي طيب على سيره المدرسه والمذاكره لو حاولت لو حاولت تذاكر لاولادك هتبقى امير ولا شرير؟ شرير انت امير على طول. ما انا اقول لك ليه انا كده كده انا بقى ما انا شرير عشان مش فاهم حاجه. هو انت عمرك ذاكرت لولادك؟ لا مستحيل. انا اصلا ما بتكلمش معاهم في البيت يعني عشان هم بيتكلموا انجليزي فانا بخاف ابوظ لهم اللي هم الاكسنت. لان انا اي ويل جو تو ذا بيد روم ناو بيكوز سكول ايرلي. بلاقي قلم من الناحيه الثانيه بقى من مراته فاهم بعد اذنك احنا صارفين كتير. طب ايه الكلمه اللي اتعلمتها من الولاد؟ انا عندي بنتي انا جائع ديالا. لا ديالا صغيره كده. هو اصلا قال ديالا دي بعد ما بقى عندها 4 سنين وما كانش بيعرف يقول اسمها الاول. صار عندي حكم عندي نوراي وديالا اسمين بنات الاثنين مش بمزاجي ومش بتاعتي ومش ماليش دخل فيها وما قدرتش اقول حاجه بس هما المفروض تركي دول. فبنتي دي بقى مثلا اخد منها حاجه فاقول لها ايه هي لازم اقول لها كده ثانك يو ايه ثانك يو بعمل اللي هي بالفي التي اتش التي اتش بيقولوها في انا بقولها فيه عشان هو المفروض يطلع لساني فبدل ما اقول ثانك يو بدل ما اعملها كده بقول ايه ثانك يو صغيره لسه بتعديها تروح قايله ايه يو ار ويلكم ماشي بتعملها وهي قد كده يو ار ويلكم انت ما شفتيش ابوكي زمان. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.